الفنانة ميرنا طحان من راح فيك بالامارات نيوز حبيبي اهلا وسهلا فيك علي آه ميرنا آه طبعا انت الك زمان على الساحة الفنية الغنائية صار لي بغني خمس سنين بس آه فعليا على الساحة الخليجية سنتين طبعا هلا انت اكثر شيء ميرنا ضاربة آه بالاعراس الك سنتين تقريبا بال بالاعراس آه شيء كثير حلو هذا يعني انه آه يعني هلا عادة بتحسي اغلبيه الفنانات او كذا يعني طموحهم هذا الشيء يمكن انت نجحتي بالاعراس قبل ما تنجحي بالجو الفني بشكل عام بالحفلات وهيك أه انا كنت شوي ذكيه بطريقه التسويق، عرفت كيف اسوق لحالي، عرفت كيف اعمل ماركتينج صح واستخدمت السوشيال ميديا وفادتني كان اجت لصفي يعني انه السوشيال ميديا فادتني كثير ومبسوطة بس بعد يعني بعد لاز... عندي كتير مشوار طويل عندي أشياء كتير لازم أعملها بس مشكلة ما عندي وقت يعني أنا مثلا بدي سجل غنية صار لي أكثر من ثلاثة شهور ما عندي وقت تروح سجل الغنية لأني أم فولي بوكت والله يعني أعراس حفلات يعني حفلها. يعني الناس ممكن يحسدوكي على هذا الشيء يعني. الحمد لله صيت غنى ولا صيت فقر <applause> يعني عال الحمد لله تمام يعني الحمد لله إيه الحمد لله طيب ميرنا هلا انت نجحتي بالاعراس بالحفلات ما كان في نجاح شو شو السبب؟ اوكي لقلك لك شيء الفنان اللي بده يكون مشهور أو مطلوب بالحفلات الجماهيرية بده يكون عنده بكرة أعمال آه، كأغاني ككليبات يعني مجموعة كبيرة مش من أغنية وأغنيتين تلاقي إنه الجمهور متهاتف حتى يشتري تيكت بس أنا برصيدي بعد أغنيتين وكليبين فلسه بحس انه ما عندي القاعدة الجماهيرية اللي تخلي الناس تركض تشتري تيكت حتى تحضرني لازم يكون بعد عندي اعمال اكثر ولازم يكون وراي شركه الاغنيه الضاربه يعني الاغنيه الضاربه هي 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 الاغنيه الضاربه هي اللي بتغير يعني في فنانين في فنانين الاغنيه الضاربه هي اللي بتصنع فنان ما فيك تنكر انه في اصوات حلوه شغاله حفلات مطلوبين بس الاغنيه الضاربه بتغير كل المسار ميرنا يعني سمع سمعت, سمعت انه انت اه لما بلشتي بالاعراس انه عملتي هيك اه عملتي تمثيليه شو قصه هيدي مش تمثيليه انا اه حكيت قبل بانترفيو انه كثير حاولت وسعيت انه انا ادخل مجال الاعراس مجال الحفلات ما حدا ساعدني فما فتحوا لي مجال انه اه يشوفوا انا شو عندي فبس حكيت انه اخذنا مثل قاعة وعملنا فيها على اساس انه عرس وغنيت وسجلت فيديوز يعني حتى انتبه ما بل أنو انتي ما, ما بتستحي انه تقولي هيك يعني؟ لا لك ليش، هلا اللي اللي بفوتوا ذا فويس ولا بفوتوا ارب ايدل ولا هيدي البرامج اه شو الهدف تبعهم؟ مش الماركتينج؟ في منهم ما بيربحوا، في منهم ما بياخذوا القاب، بس بيطلعوا من البرنامج عندهم جمهور، صح؟ فهن اتجهوا للبرامج تيعملوا جمهور او تيسوقوا لحالهم بطريقه معينه، انا ما التجأت للبرامج، انا مثل ما بتقول عملت شيء لحالي تيصير عندي جمهور. طيب ليه ما اتجهتي للبرامج انت؟ شوي انا بحب الحياه العمليه اكثر، يعني انا ما بحب ضيع وقتي. بالوقت اللي انا بدي فوت فيه على البرنامج وضيع ثلاث اربع شهور يمكن اربح يمكن ما اربح كنت انا بفضل بهذا الوقت اشتغل واطلع حفلات واعيش من هيدي الحفلات بس البرامج هذه تضيع للوقت اللي بيقدم عليها اذا شخص ما اذا شخص يعني انا انسانه مستقله من ست سنين وشايله مسؤوليه حالي فما فيني اروح اقعد ثلاث شهور بمطرح او اربع شهور ما اقدر دخل ما اقدر يكون عندي مدخول شهري على سيره البرامج شو رايك بالبرامج ال... بحس بالاول كانوا حلوين بس هلا خلص صار تو ماتش يعني صار تو ماتش انه في اصوات حلوه بس كل يوم كل يوم برنامج كل يوم برنامج ما عاد تعرف اي برنامج بدك تتابع صرت بحسه اكثر اعلاني يعني بهدف الاعلانات اكثر من انهم يساعدوا هالشباب هودي اللي عم يفوتوا انا بدي اسالك هلا سؤال عن لجنه التحكيم بذا فويس بدك تجاوبيني بكل صراحه لجنة آه لجنة ذا فويس حماقي الفنان محمد حماقي محافظ الألقاب الفنانة أحلام أليسا الفنان عاصي الحلاني ااا انا اعطيني رايك انا حبيت الفيرسيون القديمه يعني انا حبيت الجروب اللي كان قبل اللي هن صابر شيرين قازم والفنان عاصي حبيتهم ليش اكثر لانه انا يعني ثلاثه منهم هن من الفنانين اللي انا بحبهم يعني شيرين عندي توب طيب. بحب كثير قادم وبحب كثير صبر رباعي طبعا كمان عسل الحلاني بحبه بس انا شو بميل للاغاني انا بشوف الفيرسون القديمه انجح يعني بشوف لقدام كانوا هن مناسبين فنان ما فينا نقول مش فنان الفنانة أحلام نجمة اختياراتها كلها صح نجمة نجمة ما فينا نقول إلا نجمة إليسا أنا عن نفسي مني, مني, مني من الفانز تبع اليسا، يعني ماني من الاشخاص اللي بتابع اليسا، ما بحب تابع هيدا النوع من الفن، لاني اكثر اكثر فيت بالجو الخليجي، بس ما بحس انه هي اذا عطت رايها مثلا يعني منا بنفس القدر قادم وشيرين وصابر، يعني عرفت شو قصدك فنيا، فنيا، هلا اوكي اغانيها حلوين، اختياراتها صح، بس انا حضرت اكثر من حفل لايف مش نفس ما بنسمع بال بالسي دي يعني عرفت فكيف بدها تحكم هي اذا هيدا عم ينشز واذا هي مثلا بتقطع معها نشازه فهمتوا قصدي انه كلنا بننشز بس انا كيف بدي احكم على شخص عم يغني عم ينشز اذا انا كمان بنشز فما ما بتزبط ف... هي بتحسي صارت عمليه تسويق انه هذا الفنان عنده جمال طبعا قلت لك هي صارت مساله اعلانيه اكثر من دعما لهودي الشباب عرفتوا أنا عن جد بوجعوا لي قلبي هول بفوتوا على البرامج بيجاني قلبي يعني بيطلعوا من البروجرام مبسوطين ب 200 300 الف فولوورز بس اخر شيء بيقعدوا بالبيت لا بيطلعوا حفلات إيه ما بيطلعوا حفلات الشركه ما بتدعمهم الشركه ما بتعمل لهم شيء بي بيلاقوا حالهم اخر شيء هن استغلوا يعني استغلوا انه طلعوهم استغلوا صوتهم استغلوا الكاريزما تبعيتهم جابوا مصاري اعلانات جابوا فانز جابوا مشاهدات جابوا تصويت و... وبعدين خلص ميرنا أنا بعرف أنه أنت أهلك ما كانوا حابينك أنه تدخلي الوسط الفني صح لهلا ما حابين أهلك محافظين أو؟ أهلي محافظين وبيهمن كتير المجتمع بيهمن رأي الناس اللي حوالينا بس بشوف أنا قلت لك عندي طموح عندي حلم قلت لهم أنا بدي أعمل هيك 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 فبتحبوا تأيدوني كان به ما بتحبوا تأيدوني راح اعمل اللي انا بدي اياه وراح يجي يوم انتو اه تآمنوا بموهبتي وتصدقوا انه انا كان كل هدفي ووصل لمطرح مش انه سمثينج باد لا انه بدي شيء اه لإلي ولا الكر منيح بس تعرف احنا مجتمعنا شوي متحفز والاهل ما بيحبوا يعني بيعتبروا انه هذا المجال شوي فيه أشياء ما بتناسب جو ما بتناسب بنتهم، بيخافوا، أنا أنا شوف أنا ما بلومهم، لأنه هيدا خوف، لأنه أنا بحط نفسي أنا مثلاً محلهم، إذا عندي بنت أو عندي ولد مستحيل خليهم يفوتوا بهالمجال، مستحيل. على الشيء اللي أنا شفته بهالفترة مستحيل خليهم يفوتوا بهالمجال، أنا كثير يعني حريصة على الناس اللي بحبها. فما حق. ميرنا أنتِ عانيتي، يعني بهالفترة اللي أنتِ تعذبتي فيها، يعني طبعاً تعرضتي لكثير اشياء وخبرينا حروب. حروب لهلا لهلا ايه تعرضت لحروب او اشاعات تطلع علي لانه في ناس مقهوره انه مين هيدي؟ من وين طلعت هي؟ انه ولبنانيه ومين مين داعمها؟ عرفت صار عندهم حشريه يعرفوا من وين طلعت هيدي البنت بيجيني تليفونات بتهدد فيها ايه انه مثلا بيجيني تليفونات بتهدد فيها ايه انه مثلا لا تروحي المكان الفلاني يعني عم يدخلوني بامور سياسيه انا ما خصني فيها بدهم يدخلوني بامور سياسيه او بيكتبوا لي كومنتات حتى انا رد عليهم او بيطلعوا اشاعه مثلا انا متزوجه اماراتي كيف بروح مثلا على دوله تانية بسبب هلا المشاكل اللي عم تصير كل مره بتطلع امور ببكي شوي بتضايق يوم يومين بعدين بقول هيدا رزقي ما رح وقفه كرمال حدا واللي كاتبه الله راح يصير بس طيب مين اللي عم بيهددك؟ في حدا معين في وراهم فنانين يعني؟ مش فنانين ما بقدر حدد مين الاشخاص يمكن الاشخاص اللي, اللي معي بالمجال وبيستفيدوا مثلي. يعني انا شوف اللي هن مزعوجين مني هن اللي عم عم يتقاسموا معي الرزقه من نفس من نفس يعني باب الرزق الواحد اثنيناتنا عم نتقاسم منه فهني اكيد هول الناس اللي مزعوجين مني. طيب ميرنا انت كمان تعرضتي ل انو انه استغلال كمان انه كنت بنت حلوه وداخله على وبعدك طبعا اكيد على طول حلوه استغلال من اين يحيى قصدك؟ يعني هيك كان في تحرشات اكيد في تحرشات شو بدك نطلع التحرش على التيفي اكيد بتصير حتى انتبه لو مني فنانه يعني حتى لو كنت بنت عاديه وشكلي حلو راح اتعرض لتحرج بس بالفن أكتر بتتعرض بس انا ما عارفه كيف صد بالبداية ما كنت كتير ذكية بالبداية كنت تاخد بالكلام ينضحك علي بكلمة بس أكيد أنه ما صار شيء يعني ينضحك علي بكلمة صدق الناس انجر ورا كلام الناس أنه إيه صدق فلان صدق فلان ممكن فلان يساعدني بس هلأ ما بصدق حدا هلأ ما بصدق حدا أبدا أبدا طب عرفنا انه في موقف صار معك من ضمن هيدي الاشياء انه مره متعهد حفلات كمان كان قبل ما تبلشي بالاعراس كمان كان في هيك موقف صار وحاول انه يعني قال خليني اشوفك او انت منك ناوي خير بعدين مين مخبرك هيدي القصه؟ لا انه العصفوره العصفورة أنت العصفورة تبعيتك بتخوف بتجيب لك أخبار قلت لك صار معي أمور قبل كتير وكان انضحك علي وكنت انجر ورا الكلام وصدق الناس وتعمشق بأي حبل أمل بس هلا لا والحمد لله هذا الموضوع يمكن عمل لي فترة اكتئاب وانت بتعرف أنا عملت فترة اكتئاب بسبب هذا الموضوع لأنه انضحك علي انضحك علي لأني بنت طيبة ولحالي ومسكينه بس هلا ما عاد نضحك علي لانه صرت فهم اللعبه نضحك علي بس الحمد لله يعني شوف ما في انسان ما بيغلط ما في انسان ما كلنا يعني ما في حدا ما بيغلط كلنا بنغلط بس اهم شيء بعد ما نغلط نعرف حالنا انه نتعلم من هذه الغلطه وما نخلي هودي الاشخاص يرجعوا يطلبوا لي علينا مره تانية او يغلطوا بحقنا مره تانية طيب آه انت مين مين بتنافسي بالعرس او مين بينافسك هلا بيكتبوا لي انت بتقلدي فلانه وبتقلدي فلانه وما بعرف شو بس انا ما بشوف اني بنافس حدا، اول شيء خامه صوتي مختلفه عن الكل وشكلي غير عن الكل، بشبهوني بيقولوا لي انت بتقلدي مريم بتقلدي الفنانه مريم، انا بقول يمكن لانه نحن اللبنانيات الوحيدات اللي فتنا على سوق الاعراس، بس انا ما ممكن أقارن حالي بمريم لانه مريم اكبر مني اقدم مني عندها مسيره فنيه كثير طويله، ما فيك تقارن، ايه انا الي جوي وهي إلى جوا، انا سعري شيء وهي سعرها شيء، كل وحده شيء. في منافسه يمكن مع الناس الجديده أنا بقول لك إذا أنا بدي لك مع مين في منافسة ما بقول أنا عم نافس مريم وأحلام أنا يمكن بتنافس مع الوجوه الجديدة أنت قلتي بأحدى المقابلات أنك مطلوبة أكثر من من مريم أو أنت مرغوبة أكثر مش أنه مرغوبة أكثر بس حاليا نحنا هو سألني بالسؤال مين هلا حاليا مطلوب أكثر إذا بهديك بهيدي الفترة حاليا إذا بتفوت لعندي على انستغرام بتفوت لعندي على الانستغرام انسى موضوع السعر في... ناس دخلت لعندي قالوا لي ما أنت سعرك أقل من سعرها أوكي بس أنت بتعرف الخليج بيقدروا يجيبوا أي فنان صح ولا لا؟ يعني نحن نحكي بالخليج بشكل عام اللي بيدفع مئة ألف بيدفع 300 ألف واللي بيدفع مئة ألف بيدفع 200 ألف ثم ما رح يصعب عليه إذا جاب ميرنا يصعب عليه يجيب مريم صح ولا لا؟ طيب ميرنا انا كنتي بالقبل انت تشتغلي وتصرفي على على فنك يعني في ناس بتعرفي كنتي كنتي علنا <applause> ما, ت... ما ت... لا في ناس بتعرف هذا الشيء كمان شافتك بتستحي من هذا الشيء اذا قالوا لك انت كنتي تشتغلي كذا او تعملي كذا انا بفضل اني انا اشتغل واصرف على حالي افضل من اني انا ارمي تقل او ارمي مسؤوليه على رجال هو لا زوجي ولا حبيبي ولا حلالي وحمله هو مسؤوليتي بمبدا اني انا انثى غلط لانه اغلب البنات عايشين ورميين مسؤوليتهم على رجال هم لا بزوجة ولا بحبيبة ولا بخطيبة بس لأن هي الأنثى للمفروض المفروض شخص يصرف عليها لا أنا بقول الأنثى إذا أنت عندك عقل وعندك راس تفكري فيه تقدري أنت تشتغلي ما تنطري شخص يعطيكي انت مصروفك اذا انت عجبك هذا الشيء انت تعرفي تشتري لنفسك توقعي هلا اغنيتك هادي كيف حسيتها يعني اي متى شوف الاغنيه الضاربه لمين خير متامله فيها خير و... وجوها مختلف عن الغنية القديمه يعني جو غير غير تماما واسمها قريبا الغنية اها ف بارد. كلمات رامي العبودي والحان وتوزيع ميثم علاء الدين وكمان راح صورها انا يمكن غلطت غلطه باغنيتي القديمه ضغطي على اني سوقت غلط سوقت بال... بسوق بعيد عن التارجت تبعه يعني انا سوقت بقنوات بتل... بلبنان ما سوقت بقنوات بالخليج فمشان هيك الاغنيه ما وصلت كثير بالخليج بس عملت سكسية حلو وصلت 350 الف يمكن هيدا الرقم مش المفروض انا اسعاله بس كفنانه اول ما اني مبلشه واول و... بدايتي غنيتي حبتها الناس شفت كثير عالم ما عم يسمعوها مبسوطين فيها وان شاء الله الاعمال الجايه بتوفق فيها اكثر منالك كل التوفيق حبيبي يا علي مرسي